هذا البرنامج برعاية لومار. لومار إعادة تعريف الثوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أحمد فتح الدين وبحييكم برنامج الخبرجي. إيش بقول لكم؟ أول حاجة صارت في حلقتنا هذه إنه غيرنا الأغنية. كل الناس قاعدين يقولوا غيرنا الأغنية غير الأغنية غيرنا الأغنية اللي في الخلفية. خالد أخيرا وافق ويعني مطالب الجماهير اللي هم ثلاثة اللي هم أولاد عمي قالوا فمشي الحال. أرقام التواصل حقتنا اللي حب يرسل لنا شيء ولا يقول لنا حاجة STC 84777 00 موبايلي 640660 زين 746-2-6-2. قاعد أبطئ صوتي لأنه في ناس كثير يقول لازم أبطئ صوتي. طيب إيش صار؟ أيوة الحلقة اللي فاتت كان فيها أسماء. أديني خالد لسة الأسماء حقت الأسبوع اللي فات عشان وعدنا الناس. خالد يا أبوي الناس قالوا لنا لازم نشكرهم. شوفوا جو الأحد يلومني هذا خالد بيقول عشان وقت البرنامج وقت والله هم أول ناس ينسمعوا البرنامج هذولك وعدتهم حتنحط حجيب لسة الحلقة الجاية جماعة وحط لكم إياها. طيب إيش صار في خبر مهم؟ إنه السنة الجديدة الميلادية بدأت. طبعا ما حنرجع نعيد ونزيد وما حقعد افتي لكم بالذات بعد الهرجة الطويلة حقت الكريسماس اللي سويتها الاسبوع اللي فات. ما حقدر اقول لكم اهنيكم بالسنة الجديدة ولا شيء زي كده ولا ايش لاني ما اعرف ايش الفتوى في الموضوع هذا. بس اللي بقول لكم اني ابغى اتمنى لكم سنة جديدة تكون فيها خير وبركة عليكم تكون تحقق فيها اهدافكم. انا حطيت لنفسي 3 اهداف ان شاء الله اكون حققت هذه الاهداف خلال دي السنة. ان شاء الله برنامج خبرجي يضرب ويصير حلو. بشكل ان شاء الله حلقة اليوم حتكون حلوة مرة ان شاء الله يا رب تعجبكم. ايش كمان يا رب؟ ايوة اول هدف لي كان انه الحلقة دي تعدي على خير اول شيء لانه الحلقة اللي فاتت تقول انه جبت العيد او قاربت ان اتي به. اللي على فكرة شالوها من اليوتيوب الله يخلينا زر الطوط. بس يلا خذوا بريك يا جماعة ورجعني لكم بالاخبار والمفاجأة حقت هذه الحلقة. طيب رجعنا لكم مع برنامج الخبرجي. اسمي احمد فتح الدين. شاركونا على ارقام الجوال الين دحين ماني قادر احفظها STC 84-77-00 موبايلي 640660 زين 746-2-6-2. ارسلونا مشاركاتكم اللي بيطلع ينادي الخبرجي اللي جوته يقول لنا ايش عنده خبر وايش هذا واحنا حنتواصل معه ان شاء الله. طيب قبل الاخبار وقبل كل شيء في شيء ضروري ابغى اتكلم عنه. ايش هو ده الشيء يا جماعه؟ يوم الجمعه كنت موعد واحد الساعة 9:30 قلت يا واد اخرج قبلها ب45 دقيقة عاد تعرفوا الزحمة والخنقة حق الشوارع جد موت. المهم خرجت بدري 45 دقيقة ولاقي البلد الشوارع فاضية وما فيها صريخ ابن يومين ولاقي نفسي وصلت المكان في 10 دقائق. قلت غريبة دي ما لها غير حلين لا ثالثة لهما يا الناس هاجرت والحمد لله انه هاجر لو كان كده خلاص لانه الزحمة وصلت للجوة البيوت يا شيخ. والحل الثاني قلت فيه انه الضنك اجتاح البلد وخلاها خاوية على عروشها. بعد البحث والتحري ايش طلع يا ترى؟ طلع انه الهرجة وما فيها الشعب شغال يتابع لي في أرب آيدول. طبعا سيبكم من البرنامج اللي هو اصلا تقليد لبرنامج امريكي لا معلش البرنامج اتقلد قبل كده فاكرين ايام سوبر ستار الله لا يرده فجاء البرنامج ده تقليد لتقليد وبكده نقدر نثبت للعالم اننا احنا وصلنا لدرجات مضاعفة من عدم الابداع. المهم الكلام ده كلكم عارفينه ولم تأتي بجديد يا أحمد. إيش اللي خلى الناس يموتوا عليه؟ طلع أبوي إنهم جايبين واحد مزة كده حليوة اسمه إيش؟ إيش اسمه خالد؟ ما أدري إيش اسمه أصلاً مو مهم إيش اسمه بس نعرف إنه عمرنا ما سمعنا بيه قبل كده. والشعب شغال يتفرج على ناس بتجعر لي بصوته وتصجنا بصوته الأنكر من أصوات ما نعرف إيش ونسمع الموديل وهو شغال ينتقد فيهم. طبعاً والبنات واه تسلم لي ضحكته يا ناس وعليه شوفوا رفعت حاجبه يا لب الطول اسلم لي بالله قعد انت وهي صجيتونا ورجيتونا. البرنامج ده ما انا اعرف حكايته يا جميلي اثنين حلوين واحد منهم نكرة ما حد يعرفه والتاني من عصر الديناصورات شغال ده بيغني ولا من ايه وقسم بالله افتكر قبل ما تولد امي بتقول لي في هذا يهو يهو واهم شيء جايب لك معاه في النص واحدة قسما بالله اللي سمعت تتكلم لبناني يكره بيروت ويكره فيروز حتى الشاورما ما عاد صرت اطيقها من بعد البرنامج ده. المهم
كلمة ادل هذه مسوية رجة في الدنيا، الناس كلها شغالة هي كده، انتوا تافهين عشان انكم بتقولوا كده، لا ما هي كده ما هي كده. خلينا اشوف انا يا جماعة، انا الحمد لله انجليزيتي واثق فيها 100%. خلينا نخش موقع اسمه thefreedictionary.com. اديني ثلاثة معاني. رقم واحد معنى كلمة ادل، رقم واحد A و B. A an image used as an object of worship، صورة تستخدم كأداة عبادة. B a false god، يعني ايدول معناها اله وهمي او اله كاذب ولا شيء زي كذا. طبعا هذا ليها معنى، يعني احنا من جد ترى ايدول هذا المعنى الاول ليها، ايدول معناها صنم او شيء زي كذا. طب احنا ما حنتبلى في النواة، يعني كمان احنا كمان ما نقعد نقول ترى هم جايبينها، ترى هم مو دارين عن شيء، ناسخين ابو ام البرنامج وكذا. هناك يمكن، هناك يمكن قصدهم يعني البرنامج الاصلي يمكن قصدهم انه في كذا، احنا ما بنخش في النواة. بس للامانه انا لما كنا هناك برا عايشين كان في نقعد نشوف البرنامج، يقعد يجيبوا لك قصص المغنيين والاشياء دي ويقول لك they were worshipped idols، كانوا يتكلموا زي كده يعني، واصبح المغنيين كآلهة تعبد من فراغ الروح اللي عندهم هناك. احنا ما بنخش في النواة، بس خلينا نشوف المعاني الثانيه للايدول. المعنى الثاني غير معنى ايدول اللي هو اله 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 كاذب ولا كده، one that is adored often blindly or excessively. ايدول يعني واحد ينحب حب اعمى او حب متجاوز فيه، blindly or excessively يعني حبها هذا هو. انا هنا اقول خلي يعني سيبك من معنى اله، هذا هو المعنى المقصود يعني. هذا بالله الناس هذا اللي طلع زي هذاك اللي شفته، انا صراحه ما بكتب عليك وانا كمان بتابع البرنامج قاعد اقول لك بجد بتابع ما ادري قادر يا جماعه اقاوم. شفتوا انتوا هذاك كلكم الولد اللي جالس يقول انا بحبك يا رغب علامه وما اعرف شو وانت مين يلا وما والجو اخذ مغربي بيروتي يا شباب. معقول انه هذا ممكن نحبه حب اعمى ونقلده في كل شيء يسويه؟ ولا الناس الثانيه اللي طالعين يعني احسن واحد فيهم ايش ثقافته ايش علمه نقلدهم؟ انا على هذا المعنى بتكلم وعلى المعنى الاول. من جد انا هذا انتقاد البرنامج اللي للامانه ما بكون بوجهه، بس انا بتابعه وقاعد اشوف ايش. قولوا لي انتم مين تفضلوا مين تبغوا تتابعوا فيهم وكذا. الشيء الثالث في معنى ثاني something visible but without substance، وهذا صراحه اكثر معنى ينطبق، شيء بنشوفه بس ما في ماده، ما في ما عنده دبات. هذه كلمه انا اخترعتها يا رجل. فنسيب الايدولز هذول اللي بدون محتوى من الداخل ولا من الخارج حتى، وما نضيع وقتنا فيها رغم انه انا بضيع وقتي اعترف. و ايش ناخذ بريك دحين نرجع لكم بعدها. طيب رجعنا لكم مع برنامج الخبرجي مع احمد فتح الدين. كل الناس بيقولوا لي ايش بك مسرع، ايش وراك، ايش بيصير؟ يهو والله العظيم الحماس الحماس زايد. بس طيب ارقام حقول حبطئ نفسي. ارقام التواصل هي STC 8477 00، موبايلي 640666، ماني قادر اجمع زين 7462 62 اللي ما يعرف حعيدها بعدين. هذا برنامج الخبرجي مع احمد الحدين. طيب في خبر من نوع ثاني صار، هدي ثاني. يهو يهو ماني قادر. طيب متحمس انتوا، ما انتوا عارفين انتوا ايش هذا الخبر؟ غير هذا الخبر من نوع ثاني صار وهز الوسط الإعلامي والثقافي والأدبي وسوت بلبلة كبيرة، وصار كل واحد يتكلم فيها ويقول ما يصير وكيف كده وده غش وتدليس وكلام كثير. المهم القصة وما فيها إنه الإعلامي الكبير الأستاذ تركي الدخيل نزل في السوق 4 كتب. أول واحد اسمه كيف تربح المال بأسرع الطرق، وتاني واحد اسمه دليل المرأة إلى تفكير الرجل، وتالت واحد اسمه دليل الرجل تفكير المرأة، ورابع واحد اسمه كيف يفكر القذافي. طبعا الناس تحمست على الكتاب خصوصا انه من الألف الأستاذ تركي، بس فجأة طلعت الكتب تا 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 فاضية وما فيها ولا كلمة. كل كتاب فيه 200 ورقة وكل ورقة فاضية من غير ولا حرف، بس في آخر صفحة مكتوب أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت، بس الفكرة ظاهر ما وصلت. طيب يا جماعة قلنا إيش نسوي، مين أحسن واحد نسأل عن هذا الموضوع؟ الأستاذ تركي الدخيل ذات نفسه، بس هو ترى أصلا ما هو داري أنه حنكلم، هو في إجازة. طيب خلينا نتصل له دحين. أوكي دحين يرد. ألو أهلا وسهلا، السلام عليكم أستاذ تركي، كيف حالك؟ طيب بالنسبة لتعليقك على الكتاب والناس اللي انتقدت. طيب حلو حلو حلو. طيب شكرا لك أستاذ تركي. وهذا كان رد الأستاذ تركي على النقاد اللي انتقدوا كتابه، مكالمة فاضية.
لا لا يا جماعة بنزح معاكم من جد، حد يتصل على الرجال. هو في إجازة بس بنحاول نضايق وكده ونشوف ننكد عليه في الإجازة حقتهم، نقول له إيش قالوا الناس عنك. لازم لازم لازم، هو إعلامي لازم يدعم الإعلاميين الشباب. يلا يو خالد وصلني بيه خلاص، من جد من جد المرة وصلني وصلني. ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام. أستاذ تركي أهلا وسهلا، كيف حالك؟ هلا فيك. معك أحمد فتح الدين من إذاعة ألف ألف برنامج الخبر. هلا حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فاكرنا. أوه يقول لي دكتور كمان، والله أستاذ تركي معبرنا ومدينا احترام. يا حلو الكلام، كيف حالك أستاذ تركي؟ طيب يقول لك خبي دكتورك الأسود لمرضك الأبيض. ولا بالعكس. ايش ايش استاذ تركي، قلبت لنا الدنيا هنا وقعدت تنزل لنا كتب ما فيها شيء وبعدين سبت كل شيء ورحت على تركيا، ايش في هناك؟ رحت شفت شفت لميس شكلك ولا ايه؟ والله قاعد ادور واحده لميس بس ما لقيت واحده فاضيه. بسألك سؤال استاذ تركي، يعني بك صحيح لنا المفهوم هناك عن عن تركيا. هو دوب انتبه تركيا وتركيا. صحيح الناس هناك كلهم يتكلموا سوري؟ الغريب انه الاولاد يقولوا يا استاذ ويظلوا يحركوا شفايفهم عشان الدبلجه. والله كوميديان ما شاء الله كمان، مو يعني مو بس اعلامي وجدي وسياسي واضاءات والشغل وكتب فاضيه. وكتب فاضيه صح كلامك. طيب بس في هرجه ثياب جديده دحين اشوف ما شاء الله. والله اي والله احنا قاعدين، انا قاعد اوثق علاقاتي مع الخياطين لاني قاعد اسمن وانحف، من ضمن هالعلاقات ضبطت حالي مع لومار. طيب ممتاز والله. بس يقول هناك مهند بنفسك، يعني صرت اعلامي واديب وكاتب وموديل ما شاء الله استاذ تركي. ها يا اخي المشكله انا كل ما طلعت صورته باعلان وقلت لهم مهند قالوا مين مهند؟ اسمه مش مهند، اسمه صعب هنا. ما يعرفوا مين هو؟ لا لا مهند بس الترجمه شنغ خونغ مدري زي السنين كذا بس بالتركي. بس بالتركي. طيب الناس دحين حتذبحني، قاعدين يقولوا ماشيين استاذ تركي الدخيل احنا الحين قاعدين يطقطق مع بعض وسايبين الموضوع الجد. الناس ميتة يعني، تعرف لما انا احاور تركي الدخيل انا ما اعرف ايش اسوي اصلا استاذ تركي، يعني كني بسوي جوجل لكلمه جوجل، عارف كيف؟ حبيبي انت الله يخليك استاذ تركي. طيب نبغى نتكلم في الجد، موضوع جدي جدي جدي. اوباما عندك في البيبي؟ انا استاذ تركي اعرفك واصل. اوباما عندك؟ عندي زوجتي. أوه ما شاء الله. يعني تعرف يقول لك البيوت تؤتمن السيدة هي خير يعني مدخل للرجل. ممتاز. طيب السيدة أوباما عندي. معلش أنا تعرفني أنا في وقت الجد أنا دائما أتهرب منه، خالد بيأشر لي يقول لي يلا يلا أبدأ جد. طيب أستاذ تركي أبدأ جد سيدة. يلا لو تحدثنا عن فكرة ورسالتك، طبعا هي أربع كتب صحيح؟ صحيح. دليل الرجل لتفكير المرأة، دليل المرأة لتفكير الرجل، كيف يفكر قذافي، ودليلك للثراء السريع. لا مش إلى تفكير، دليل الرجل إلى فهم المرأة، إلى فهم دليل المرأة إلى فهم الرجل وكيف يفكر القذافي. إيوه. والكتاب الأخير اللي صارت الضجة عليه، اللي سوى الضجة ما يعرفوا أنه أربع كتب على فكرة، واللي كان زاده يمكن أربع شهور زيادة. والكتاب الأخير اللي كيف تكسب المال بأقل مجهود. بأقل مجهود. الفكرة في كل هذه العناوين أن هذه الأسئلة المطروحة من خلال هذه الكتب لا يمكن الإجابة عليها إلا بصفحات بيضاء. يعني مهما تحكي فيها لن تستطيع أن تجيب عليه. اللي يظن أنه يستطيع أن يعني المشكلة مثلا في كتاب زي كتاب كيف تكسب المال بأقل مجهود البعض فهم خطأ. أنا بقول لهم أنه أنا كسبي للمال من خلال شراكم الكتاب هذا هو، يعني أنا بقعد عليكم من خلال العنوان. أيه. الفكرة ما كانت كذا، الفكرة كانت أن من ظن أنه يستطيع أن يكسب المال بأقل مجهود فهو واهم. وهذا الوهم لا يمكن أن نعبر عنه بأكثر من صفحات بيضاء. حلو. هذه هي كل الفكرة اللي لما تجي مثلا تقول كيف يفكر القذافي وبعدين تشوف تناقضات القذافي وأفكاره بين الجد والهزل والاستهتار بالناس وتجد أنه هذا الرجل لا يمكن أن يفهم وبالتالي لا يمكن أن يجيب عليه إلا بصفحات بيضاء. جدلية العلاقة بين الرجل والمرأة فهم كل طرف الآخر منذ يعني بدء الخليقة وهي سؤال فلسفي كبير لا يمكن أن تجيب عليه حقيقة بوضوح إلا من خلال أن يتفهم كل واحد منهم الآخر وبالتالي صفحات البيضاء هي أفضل جواب عليه. في شغلة اللي هي قصة الإعلام الجديد والإعلام القديم. يجب أن لا تكون العلاقة بين الإعلام الجديد والإعلام القديم على اعتبار أنها مثل ما يصور البعض العلاقة بين الرجل والمرأة أنها علاقة نزاع، هي علاقة تكامل. أنا أتوقع كده أبوه صح؟ أي لا علاقة تكامل. وإذا أنا حصل لي فرصة بالإعلام الجديد القديم أخاف وأقول لا كأني أنا والله ارتديت عن الإسلام، طب الناس تعملوا مع القصة بالشكل. صحيح صحيح. إذا أنا أقدر أقدم بالإعلام الجديد مادة خفيفة وحلوة والناس تحبها وليش لا يعني.
طيب استاذ تركي احب اشكرك، صوتك يعني ان شاء الله صوتك يكون وصل، وجزاك الله الف خير على انك اعطيتني الاولويه، يعني جزاء من جد من جد ما تدري قديش انا اشكرك استاذ تركي فعلا. يا سيدي انت متفضل علي اللي خلتني اشرح موقفي. الله يخليك يا رب، تسلم لنا. وبرنامج خبرج تشرف اذاعه الف الف تشرفت بسماع صوتك، اسعدنا جدا سماعه، صوتك الشجي جدا وطلع صوتك دمه خفيف وكوميديان ما شاء الله معانا حبيبي. انا اتمنى كمان انه كنا خفيفين على سيده الساده المستمعين، وانه قدمنا لهم ما يليق بهالوقت اللي قضوه معنا. الله يخليك استاذ تركي، تسلم جزاك الله الف خير. خلاص حتتابعنا في الحلقات الجايه اكيد ان شاء الله صح؟ والله مشكلتي انا برا السعوديه ما اسمع الاذاعه، بس ان شاء الله نحاول يصير عندكم تطبيق على الف الف اف ام دوت كوم استاذ ان شاء الله. وانت طيب. ماشي الحال. أعزائي المستمعين، كان هذا الأستاذ تركي الدخيل بحدثنا عن قضية الكتب الفاضية، وكمان كان رأيي في الإعلام، العلاقة بين الإعلام الجديد والإعلام القديم. فاصل نرجع لكم مع خبرجي مع أحمد فتحي. طيب رجعنا لكم، دحين جاء الوقت لفقرة ندر خبرجي اللي جوتك. للي ما يعرف كلمة ندر إيش معناها، معناتها طلع، يعني واحد زي ما قلت لكم يا جماعة، الشيء اللي بسوي أسهل شيء في الدنيا، جيب خبر تعلق عليه وتقول لنا ايش تبغى تسوي. اذا تبغى تشارك معنا على STC 847700 على موبايلي 640660 على زين 746262، كده انت حتكون بتشارك معنا في برنامج الخبرجي. اذا ما تبي ترسل رسائل حط لنا هي خوش الخبرجي في الفيسبوك واكتب لنا الخبر، واحنا حنتواصل معك ان شاء الله، حنحط الايميل قريب، حيكون الخبرجي @hotmail.com اكيد، او @gmail.com لسه ما سويناه بس ان شاء الله حنكون سويناه. حاولت ادور على احد يساعدني في الموضوع حق ندى خبرجي اليوم، ما لقينا ولا احد، ما بيجينا مشاركات شكله، فقلنا مين اعزز لك تلتين الولد لخاله. كلمنا خال عصام فتح الدين. الو ولد اختي كيف حالك؟ كيف حالك؟ مره مبين يعني انك عارف. قول ولد اختك مشهور وما ادري ايش. ها هو طبعا انا اول شيء حاجه ابارك لك على البرنامج ذا وبالتوفيق وكلام من ذا كثير. الحين خلينا نخش على الزبده. اوه خالي راعي زبد، ما في كلام. طيب يا خالد تفضل. عندي خبرين ثلاثه كده، تبغاني اديك الخبر الطهو ولا اديك الزبده؟ هو احنا يعني عندنا اتفاق انه خبر بس ادينا، يلا ساعدنا. طيب مختصر الخبر. طيب هو طبعا انا كده في الصباح يكون عندي شويه وقت قبل الدوام اتابع بعض الصحف الالكترونيه، فكانت في خبرين كده شدتني. ايوه. وطبعا هذه من الاخبار اللي تقريبا كل اسبوع بنشوف منها خبرين ثلاثه في الصحف. طيب يقول لك اذكر اسم الصحيفه ولا في مشكله؟ لا اذكر اسم الصحيفه. طيب هذه الصحيفه زي مرفض. اوكي. يقول لك تدخل رجال هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكه المكرمه في خالي 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 التسين. عن الهيئه؟ بس خبر حلو. طيب هيا انتبه، ترى ولد اختك حبيبك انا. لا خبر حلو والله. طيب. يجزاهم الف خير. تدخل رجال هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكه المكرمه في منع شقيقتين سعوديتين يتيمتي الاب وقاصرتين 15 و16 سنه يعني. من براثن بائع محل جوالات يمني الجنسيه خطط لاحضارهما الى شقه عزاب من بني جلدته بحي الكعكيه. اوكي. هذا يعني اول سطرين في الخبر. خلينا اديك الزبده انه البنتين طلعوا مع هذا بايع الجوالات وكانوا كمان في الطريق عند محل الاسكريم. عند محل الاسكريم اشتبه فيهم رجل من رجال الهيئه كان في خارج وقت الدوام. اوكي. واتعرف على هذا الشاب اليمني، خصوصا انه كانت عنده قضيه حقت اختراع غير شرعي. قبل كده. طيب. انا بس اعرف ليش جلس في البلد بعدها ماني فاهم. المهم اتصل على فرقة من هيئة الأمر المعروف فرع الكعكية وحاصروهم قبل لا يخشوا على الشقة. اتضح انه البنتين من ذوي الظروف الخاصة عندهم والدتهم لحالها في البيت، ما في احد يصرف عليهم. وعدهم بجوالات. الظروف الخاصة ايش قصدك خالي؟ انه يعني ما عندهم فلوس وكذا يعني. بالضبط. طيب ايوه. انه ما عندهم، وعدهم بشوية فلوس. ايوه. وبجوالات. ايوه. هذا الخبر. طيب نبغى ما خلف الخبر. طيب. بنتين عمرهم 15 و16 سنة قاصرة، ما عندهم من يصرف عليهم، والدتهم مسنة في البيت، ايش اللي اجبرهم انهم يروحوا يسووا هذا الشيء مع هذا الشخص؟ إيه؟ خليني اضيف لك قصة صغيرة قال لي عليها واحد من زملائي شغال في جمعية البر في جدة. يقول اخر الشهر اخذنا شوية ارزاق، يعني رز وسكر وزيت وسمنة، ورايحين نوزعها على البيوت اللي مسجلين عندنا. يقول رحنا عند باب شقة يدوب بيننا الطن على الجرس، ما قال الطن الثانية.
فتحت لنا واحدة شافتنا ونحنا عرفتنا يقول صاحب تبكي كأنه مغشي عليها من البكاء. أي. ايش فيه هم الشباب ايش فيه بنت الحلال؟ قالت لهم انا شوفوني واقفة في العباية نازلة ابيع نفسي الاول واحدة قادمة في الشارع ما عندي لكم الدستور في البيت. ايوه طيب يا جماعة خير ايش اللي وصل الحريم دول للحال ده؟ ما في حد بيهتم تجي للسبب انا عارف السبب عشان لا تصير عندنا المشاكل هذه يا جماعة خير وقفوا الفساء. يعني انا بصراحة مرة مقهور صح انه يعني الهيئة العين وراسه وجزاهم الله ألف خير بيسووا هذا الشيء في حماية للشباب والبنات. أيوه طبعا. وكل اللي بيسووا حتى إذا كانت في بعض الأشياء اللي هم يعني تجاوزوا فيها بعض الخطوط لكن معذورين لأنه شيء اللي بيصير في بلد ذيك. بالفعل يعني ليهم يعني ليهم دور إيجابي في منع إنه فتاتين قاصرتين يمارسوا الرذيلة بسبب حاجتهم. حموهم. طيب الحين هذول البنتين طيب فلنفترض هذه واحدة من البنات اللي عمرها 16 سنة طيب لو وقفت تبيع كاشير مو كان أفضل لها؟ صحيح. طيب يعني إيش اللي حصل ليش ما معاهم؟ طيب في 60 يعني بصراحة أنا من المتصدرية ما نسيب محل في الشارع في كاشير اللي توقف في بنت لو واحد أزعل واحد بتعرب لبنت صح يعني واحد يقول يا الله اللي هنا انجدوني واللي بشوف هذا بقول أدب بيقول أدب علي ما حيندعش خش مو ضروري هي تيجي نحن نسويها صح كلامك يا خالي مظبوط طيب انا لازم ما اقطعك دحين واقول لك هذا وشكرا خالي جزاك الله الخير هذا كان معنا خالي عصام فتح الدين ايش اللي تقطعني ابوي انا خالك عنده فتح الدين كمان وقت شويه والله عندك يا خالي ولا لا والله مو بيدي خالي والله تعرفنا انت تمرني انا جبت العيد لا ما جبت العيد والله احتاجي في راسي انا بس شكله طيب استاذ منك خالي معليش عشان هذا بس بنقول للناس انه ياخذوا بريك شكرا لك على الخبر الحلو اللي قلته انت بتقول على انه رجال هيا بيسوي شغل مره كويس بيمنعوا جرائم انها تحصل ولازم احنا ننتبه على الناس هذول البنات لو كانوا بيشتغلوا كاشيرات وما كان منعوا يعني في 60,000 نوع من الوظائف مو شرط كاشيرات في كثير شغل للبنات وللشباب مظبوط الله المستعان الله المستعان طيب خالي شكرا جزيلا لك وبس اقول للناس شيء سهل هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم مع برنامج الخبرجي كان معنا أول الأستاذ تركي الدخيل وضح لنا إيش هرجة الكتب الأربعة اللي كان ما هو مكتوب فيها شيء دحين نبغى نذكركم بأرقام التواصل حقتنا STC 84770 موبايلي 640660 زين 7462 اللي ما حفظ الرقم حنعيده بعدين طيب أكيد الناس اللي تابعونا في الحلقات اللي فاتت عارفين إنه هذه الأغنية حقت منا هذه الأغنية معناته أنا بدأنا فقرة تويتر طيب دحين نبغى أكلمكم عن الخبر الأول أو الهاشتاج الأول في تويتر فجأة عرفوا الناس وجاء خبر إنه أحد محلات أدوات التقنية في الرياض كان في طفل عمره 8 سنين داخل مع أمه وبيدخل المحل وجوا المحل قالوا لهم لا ما في دخول يا ابوي خلوا لا ما في دخول ليش يا ترى منعوهم عشان الولد من ذوي الاحتياجات الخاصة انا ما احب الكلمة الاحتياجات الخاصة انا بسميهم ذوي القدرات الخاصة لانهم هذول اكثر ناس فعالين في المجتمع عندهم قدرات من جد ما شاء الله تبارك الله يترفع بها الراس هذا قالوا له لا ما تدخل ليش يا جماعة قالوا له ما يدخل قالوا عشان اعدم لنا الباركيه حق الارض الباركيه اللي هو الارض الخشبية الارضية الخشب يعني حسسوني دحين يعني انه ما احنا عيال حاره كلنا ولا ايش اللي خايفين يوسخ لنا الارض خشب الساحل وشكم اهو وايش الخشب ده يعني جايبينه من قصر الشانزليزيه ده ولا موقع عليه بونابرت ولا ستيف جوبز موقع عليه لكن اسمه اي خشب ولا اي باركيه ايش الكلام الفاضي ده الناس من جد في تويتر اتفاجئوا من الموضوع ده وقالوا عيب يصير شيء زي كده في البلد اللي تحترم حقوق الجميع شوفوا علي الشهري ايش قال علي الشهري ايش قال لا بد من مقاطعتهم حتى يتأدبوا انشروا الخبر على البلاك بيري والواتساب وابدأوا بأنفسكم كما سأفعل نصرة لهذا الطفل يا للهول طيب علي حلو الكلام يعني اكيد الواحد يبغى ينصر الحق بس يا هو الموضوع صحيح لازم ينتشر بس الحماسة دي ومقاطعة يعني رسالة الناس مقاطعة ونصرة الحق يعطيك العافية علي بس انا حماسة شوية الثاني ايش قال مو الثاني الثانية ديما 87 قالت من امن العقوبة طرد الطفل سؤال هل من الممكن يفعله الموظف في دولة اوروبية اذا غابت الرقابة افعل ما شئت لكن تويتر له ممتازة ديما صح ما في أحد يجرؤ صاحبي بلال راح في أمريكا هو من الناس المجانين زي خالد يحبوا الآيفون وما الآيفون أنا من الفريق الثاني اللي تعرفوا ذاك الثاني ما أسوي دعاية لأحد المهم
صاحبي بلال رجله مكسورة كانت, بيروح يصلحها بسوي عمليات في رجله كده, فهذا فبيمشي بيضطر يمشي بعكاز. راح هناك وقف وحاول انه سوى انه هناك استغل حقوق الانسان, قالوا وين مشوني في الصف وكده, وقتها كان نزل ايفون جديد وتعرف كيف هناك الناس استهلاكين, يروح يوقفوا بصف طويل يقعدوا بالايام بس عشانه, ولا حفلة رابح صقر في زمانه. المهم فوقف بلال وحاول انه يمشي في الصف, طبعا ما مشوه بس قالوا له استاذ احنا نجيب لك كرسي تجلس عليه. شو كان ماشي بعكاز, جابوا له كرسي وجلس عليه فعلا واستنى مع الناس, بس يعني احترموه حتى هو واقف برا المحل مو جوه المحل, مو زي هدول اللي منعين للناس عشان 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 لا يوسخ لنا الباركي. عيب 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 مره, صح كلامها ديما من جد, لو كان برا ما حد يجرى على هذا الشيء. المواقف حقتهم هذه الناس صاروا يوقفوا فيها, يعني قدام السكيورتي يوقفوا فيها, المواقف الخاصه ليهم المفروض لسياراته ناس بيوقفوا فيها, والسكيورتي جالس يتفرج معهم ما بيقول لهم ولا شيء لحق المول, حتى زي ما كان هو بنفسه موقف فيها. فعلا شيء يفشل صراحه. بعدين من جد لما قالت ديما انه تويتر له بالمرصاد فعلا, فانتبهوا يا تجار, انتبهوا, احترموا الناس, حطوهم فوق راسكم, اللي يلعب كده ولا كده ترى التويترجيه قاعدين له بالمرصاد. ها واحلى حمله مقاطع مرتبه ولا حمله الدنمارك في عزها. اهو هذا مهند الدرويش ايش قال, ايش قال مهند الدرويش, عفوا مهند الدرويش غلطنا في اسمك مهند, اعتذروا او لم تعتذروا مستحيل اشتري منكم مره ثانيه, مع العلم اني من عشاق منتجات لكن مزعج اكثر من هام على القلب. فانتبهوا يا ناس, ترى مرات اللي انكسر ما يتصلح, الباركيه مو اهم من البشر. طيب طيب الهاشتاج الثاني, الهاشتاج يقول وين يروح راتبك, هذا الهاشتاج اللي طلع. طيب فتوارد الى ذهن الشطار الراتب يا ناس اي نطار. اول واحد فيه قال احمد المطيري, ايجار فواتير اتصالات وكهرباء, بقالة ذبيحة, قطة الدوام, قطة استراحة, السيارة الصناعية, مصروف البيت والعيال, ورفدة عانة وزواج. طيب ما شاء الله رفدة وعانة ايش داي ابوي, يعني اللي قبلها مفهومة منطقية جدا, بس معقولة راتبك بنصرف كله على الرفد, ما شاء الله يعني ولا مشروع الزواج الخيري صرت يا حبيبنا. يعني يا ناس سيبوكم بالمجاملات اللي ما لها داعي دي, بيتكم اولى. ها ولا اقول لك خليني اتعرف عليك يا ابو حميد قبل ما اتزوج انا, يمكن تجيني منك خير. ايش كمان في سليمان قالت بالنسبه لمكافاتي 840 ريال اصرفها على سفراتي ما بين باريس ولوس انجلوس وجزر الواقواق, والباقي اخبيه للايام الغبره. ما شاء الله ما شاء الله, حلاوتك حلاوتك في الهلس يا في. اما 840 ريال شكلها قصدك 840 دينار ولا قنطار من الذهب, رجعتيني لايام زمان, حاسه المكافاه حقتك بتجيك في صره من الدراهم كده يامر لك بها الوالي. اما ال 840 ريال تروحي لي بيها على الواقواق وعلى لوس انجلوس وباريس. شكلك انت من ابو الواي 7 وما الواي 7 والتذاكر بواسطه تجيكي, شكل التكتاتك بلاش, ابوك يشتغل في الخطوط يفاي. يلا يا جماعه خذوا بريك ونرجع لكم. طيب يا جماعة وصلنا للفقرة الختامية وخلاص, أنا صوتي أنبح وصرت تعبان جدا جدا جدا. أرقام التواصل حقتنا STC 84770-640-66-00 في موبايلي, وزين 746-2-62 اللي ما قال أرقام هنقوله بعدين. أرسلونا يا جماعة اللي بيطلع فقرة الخبرجي في الحلقة الجاية ينزل لنا تسجيل صوتي باسمه, لو تحبوا أنكم ترسلونا هي في يوتيوب ما هي مشكلة, خشوا في الخبرجي في صفحة الخبرجي على الفيسبوك تابعونا. إيش كمان, تابعوا المدونة حقت وليد حقت الأسبوع اللي فات, لا تنسوا لا أوصيكم أو خليني أقول لكم الزبد, الزبد حق دي الحلقة, الزبد يا سيدي إنه أول حاجة تكلم أول خبر في الخبرجي إنه غيرنا الموسيقى اللي أزعجت الناس. شو خالد بضحك. تاني شيء تكلمنا على موضوع أرب آيدول وهذه الأشياء بس ما زلت متابع البرنامج. تالت شيء جانا خبر مهم مع الأستاذ تركي الدخيل اللي يحكينا فيه عن الكتب الأربعة والانتقادات اللي صارت, وقال لنا رأيه في الموضوع وإيش الرسالة اللي كان يبغى يوصلها. نشكرك أستاذ تركي الدخيل على مشاركتك ودعمك للبرنامج, جزاك الله ألف خير. كمان بعدها تكلمنا في تويتر على الهاشتاجات اللي صارت, ما طلع ما حد ندر خبر جديد الحلقة عشان دين المساحة لأستاذ تركي الدخيل. الحلقة الجاية نبغاكم نسمعكم وتشاركون إن شاء الله. بس وفي تويتر تكلمنا عن موضوع الراتب فين طار, وموضوع المحل هداك اللي ألف ألف مرضين طلع اسمه اللي ما خلى الولد يدخل. أنا أقول لكم إن شاء الله الناس اللي عندها اختبارات يبغى لها تبدأ تذاكر, يلا شدوا حيلكم أنا كمان بذاكر, ادعوا لي الله يرضى عليكم, تراها حق التخرج الله يوفقكم جميعا, وإن شاء الله السنة الجديدة تكون طيبة على الجميع فيها نجاحات للنجاحات. وأقول لكم الأسبوع الجاي بكل جديد
الخبرجي إن شاء الله ما يجيب العيد. سلام عليكم. هذا البرنامج برعاية لومار، لومار إعادة تعريف الثوب.